بلورا ضحايا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وأبناؤهم اقتصاد البرازيل وسياستها وقيمها الروحية وفنها وثقافتها ورياضتها. فهناك روح أفريقية تتغلغل في قلب البرازيل المعاصرة. Cerca de 10 milhões de pessoas foram raptadas da África durante toda a escravidão colonial. البروفيسور هيليو سانتوس هو رئيس مؤسسة المساواة العرقية. 40% dessas pessoas vieram para o Brasil. كانت البرازيل آخر دولة في أمريكا تلغي الرقة عام 1888. لكن بالنسبة للبرازيليين من أصل أفريقي فإن النضال لم ينتهي بعد. E aí, como diz assim, 20 anos para cá, né? Aí veio a fazenda, uma dizendo que é herdeira, né? Que era filha de Rio Ronaldo, né? Até de Cazuza, tirando, querendo para a gente sair daqui. قطعة الأرض هذه عمل فيها وعاش عليها لأجيال أجداد ساندرا دو سانتوس التي تبلغ 34 عاما. يطلق على هذه الأرض الآن كيلومبو داندا. وقد تجمع فيها العبيد الهاربون معاً فراراً من الاضطهاد والعنف، وبعد تحررهم أطلقوا على أنفسهم اسم كيلومبولاس، وهو مصطلح يعني المواطنين من أصل أفريقي. بالنسبة لساندرا لم يتوقف النزاع أبداً. في عام 2003 سمعت ساندرا عن قانون جديد عرضته الحكومة يمكن أن يساعد في إنقاذ داندا، فتوجهت إلى المعهد الوطني البرازيلي للتوطين والإصلاح الزراعي لمعرفة المزيد. عجلة العدالة تدور ببطء، واكتساب ملكية أرض عملية طويلة للغاية، ولم ينجح في الحصول على حقوق امتلاك أراضيهم سوى عدد قليل من الكيلومبولاس. ولكن بالنسبة لساندرا ومجتمعها فقد يكون النجاح قريبا، وإقراراً بهذه المظالم واعترافاً بمساهمتهم في تاريخ البشرية وتعزيزاً وحماية لحقوقهم الإنسانية، خصصت الأمم المتحدة عقداً دولياً للسكان من أصل أفريقي بدأ في كانون 2 يناير عام 2015، ويحمل هذا العقد عنوان الاعتراف والعدالة والتنمية.